باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. دير الأنبا باخوم الشايب بالأقصر بصلوات صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث وبإشراف جناب القمص هدرة الشايب أمين الدير ومراجعة أباء الدير الموقرين يقدم قصة حياة القديس الأنبا باخوميوس أبي الشركة. قصة حياة القديس الأنبا باخوميوس أبي الشركة إعداد درامي وإخراج سمير فهمي. السلام لك يا أنبا باخوميوس يا خديم الإله القدوس حبيب الرب يسوس بن يود أبا باخوميوس. إخوتي في المسيح، النهاردة وبنعمة رب المجد يسوع المسيح هحكي لكم قصة حياة إنسان خاطي محتاج دايما لصلواتكم علشان رب يسوع المسيح يغفر لي زلاتي ويقبلني إليه في ملكوت السماء الدائم. أنا يا حبيبي، أنا الخاطي باخوميوس، مؤسس نظام الشركة الرهبانية، ونشأت من صغري أكره الشر والخطيئة على الرغم من أن اتولدت الأبوين بيعبدوا الأصنام، وده كان في بلد تبعة لإقليم طيبة اللي هي الأقصر حاليا، والبلد دي كان اسمها كينو بوسكيون اللي هي دلوقتي كفر الصياد بمركز دشنة بمحافظة إنا. وثاني كان أبو بقليم طيبة ولدك وبخوم قال أسمك بن يود كان ميلادي عام 292 ميلادية، ومن طفولتي يا حبيبي نشأت عدوتي للأصنام. كان كل ما ياخدني والدي للمعبد كانت بتهرب الآلهة اللي بتعبد في المعبد ده في الوقت ده، والآلهة دي يا حبيبي كانت عبارة عن مخلوق نهر كبير بيعيش في النهر، وكان دايماً مقدم الذبائح يصرخ في وشي وانا طفل ويقول ابعدوا عدو الآلهة من هنا عشان تكف الآلهة عن غضبها علينا، لأنها بسببه بتختفي وما بتحبش تظهر. لما زرت معبد الأصنام صرخ الكاهن كأنما أصابته سهام بن يود أبا باخوميوس. ومرة بعد تقديم الذبيحة في المعبد صبوا كاس من الخمر عشان أشربه لطرد الشياطين من دخلي، فتقيأت في الحال وأفرخت كل ما في معدتي، والحدث ده ضايق أبواي لأن آلهتهم أصبحت عدوة ليا. دي كانت نشأة الطفل باخوميوس. وكلمة باخوميوس يا حبيبي هي النطق اليوناني لكلمة باخوم
الكلمة القبطية اللي معناها النسر. اسمك حلون وجميل له معنى وتمثيل، نسر يحلم ويطير بنيون أبا خونيوس. ونكمل مع بعض يا حبيبي حكاية الضعيف الخاطي محدثكم باخوميوس ونسمع الحكاية. يا ابني انت دلوقتي بقيت شاب، فهمني ليه دايما بترفض تطعنا؟ دايما ما بتحبش تيجي معانا المعبد المقدس، واذا اكبرناك انا وامك تيجي معانا غصب عنك، ولازم يطردوك من المعبد بعد ما بتهرب منك الآلهة عظيمة الأنهار المباركة. يا ابويا الحبيب انا بكره الشر واحب الخير، وسامحني يا والدي اذا قلتلك ان كل اللي بيرتكب في المعبد شر وضد الخير. الكاهن الاعظم بيحاول يظهر للناس وش طيب خير بعيد عن الشر، لكن كل افعاله بتدل على انه انسان شرير ما بيعرفش الخير ولا الرحمة، بينافق كبار الناس في بلدنا وبيعامل الناس الغلابة معاملة سيئة، ما بيعطفش على المساكين، بياخد كل التقدمات والعطايا اللي بيقدمها الشعب وبدل ما يستخدمها في أعمال الخير والرحمة بيستخدمها لمصالحه وملذاته. ازاي تقول كده على الكاهن الأعظم وعلى الآلهة المقدسة؟ السمكة الكبيرة دي هي الآلهة؟ ازاي يا والدي؟ ازاي هي الآلهة وهي ما بتقدرش توفر لنفسها الحماية؟ صدقني يا ابويا الحبيب اي حيوان اكبر منها يقدر يفترسها، ازاي دي تكون الاله المعبود اللي يعبده كل البشر والمخلوقات؟ طب بس مش هخلص معاك، قوم اوصل للعمال بتوعنا، انت عارف طبعا هما بيشتغلوا فين. عارف يا ابويا. تاخد الاكل توصله لهم، والدتك طبخت لهم اناء لحمه بالخضار، تاخده وتاخد الخبز وتودي لهم الاكل. يلا اهو على الاقل تعمل حاجه ليها نفع، انت دلوقتي بقى عمرك 18 سنه. حاضر يا والدي، بس ارجوك ما تزعلش مني، انا دايما هفضل الابن المطيع البار بوالديه في كل اعمال الخير. الخير؟ ايوه يا والدي الخير، وبعيد عن كل اعمال الشر. وارجوك يا والدي ارجوك ما تزعلش مني. أصوات الكلاب دي، الأصوات بتكتر، أنا خايف، أنا خايف لحسن الكلاب يتجمعوا حواليا ويخطفوا مني إناء اللحم وياكلوه وما وصلش الأكل للعمال زي ما وصلني أبويا. ابعدوا 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 يا كلاب، ابعدوا ابعدوا. أطلب من مين ينقذني منكم في المكان الغريب ده، المكان الخالي اللي ما فيهوش دار ولا سكن ولا ناس، خلا فضا فضا واسع. أبص لفوق للسماء، أنا حاسس إن في السماء القوة العظيمة اللي خلقت كل شيء، عظيمة كل عظيم ورا كل الأشياء، لكن ايه هي؟ ايه طبيعتها؟ نفسي اعرفها. ها ايوه، لابد انها مصدر كل الخير. انا هطلب من القوة المختفية دي انها تحميني من الكلاب دي، احميني، انا بحبك بحب الخير، احميني من الشر باسم الخير، احميني. قوة الخير حمتني والكلاب اختفت بأصواتهم المخيفة. مين ده؟ مين اللي جاي من بعيد ده؟ شخص عجوز ماشي بيتعكز على عصا، ده بيقرب مني، مين ده؟ ازيك يا بخوميوس؟ انت عارف اسمي؟ طبعا
كويس. انت مين؟ انا رئيس المجموعة اللي ضايقتك في طريقك دي. الكلاب دول بيحبوك قوي وخايفين عليك. الكلاب دول ضايقوك؟ عارف انهم ضايقوك، لكن ان كنا ضايقناك في طريقك فده لانك ما بتطيعش والديك. انا ابن مطيع وكل اللي بيطلبه مني والدي بعمله. عشان واخد اللحم ورايح توصله للعمال؟ لا، مش ده اللي اقصده. انا اقصد تطيع والديك في طرد الافكار الخبيثة من دماغك، وتؤمن بان الالهة العظيمة سمكة الانهار الكبيرة هي الالهة الخالقة القادرة على كل شيء. عرفتك، انت ابليس رئيس الشياطين. امشي امشي من طريق. امشي، ابعد ابعد عن طريقي ولا هنفخ في وشك. ابعد، مش عاوز تبعد؟ طب انا هنفخ في وشك. ايوه كده اختفيت. قوة الخير اللي بتملى الكون نصرتني عليك يا ابليس، يا ملعون. اكمل طريقي. ايوه هكمل طريقي. اشكر لي والدك يا بخوميوس يا ابني، الشغل ماشي كويس والعمال قربوا يخلصوا. اناء اللحم اللي اكلوه خلاهم يشتغلوا بهمة وقوة. اشكر لي والدك، وبكرة الصبح هديك باقي الأجر اللي فاضل لوالدك. بكرة الصبح؟ ده أنا لازم أرجع بيتنا للاد يا عم زيكوس. يا ابني إحنا تأخرنا والدنيا ليلت، أنت هتنام في قصرنا الليلة والصبح تاخد الفلوس توصلهم لوالدك. لكن يا عم زيكوس، مش معقولة يا ابني أسيبك تمشي وترجع لوحدك في الليل ده. حيوان يطلع عليك أو يحصل لك أي مكروه، خليك معانا للصبح. انا هخلي بناتي الاتنين يوضبوا لك الغرفه اللي في جنينه القصر. طيب يا عم زيكوس اللي تشوفه. مين اللي فتح الباب؟ الدنيا ضلمه، انا مش شايف. مين؟ انا. انت مين؟ انا انتينا. انتينا بنت عم زيكوس؟ ايوه يا بخوميوس. وايه اللي جابك هنا في مكان نومي؟ انت بعد ما وضبت الاوضه دي لنومي انت واختك سبتوني ورحتوا تناموا. ايه اللي جابك تاني؟ انت نسيتي حاجه؟ نسيت اهم حاجه، نسيت اني اقول لك انا عاوزاك يا بخوميوس. انا هطلب من والدي اني اقترن بيك. انت هتعملي ايه؟ ابدا، هنام جنبك. انا نورت المصباح علشان اشوف وشك الجميل وانا جنبك. ابعدي عني، اوعى. ابعدي. ايه انت قمت مفزوع من السرير كده ليه؟ مش عاوزني انام جنبك؟ ده انا اي شاب في بلدنا يتمناني. انت واقف بتترعش كده ليه؟ تعالى يا بخوميوس، ما تخافش. انت ازاي عاوزاني ارتكب الدنس معاكي؟ انت فاكراني كلب علشان اصنع الشر ده مع اختي؟ انا مش اختك، انا عاوزه اقترن بيك. ابعدي عني، مش حد ابليس الفرصه اني اصنع معاكي الشر. ابعدي عني، ابعدي. ايه انت بعدت ليه؟ انت بتجري. بخوميوس تعالى بتجري على فين؟ رايح فين ده بخوميوس؟ جري المجنون ده وهرب مني. وتمر سنوات الظلام في حياتي أنا الضعيف الخاطي، وينتهي حكم دقلديانوس الإمبراطور الروماني مضطهد المسيحية، ومن بعده ماكسيميانوس، وبانتهاء فترة الاضطهاد اللي مرت على الكنيسة يتولى قسطنطين عرش الإمبراطورية، وكان أول إمبراطور مسيحي بين أبطرة الرومان.
وفي واحدة من معاركه الحربية ضد خصومه أصدر الإمبراطور قسطنطين أمر لجميع أنحاء الإمبراطورية لتجنيد الشباب من أبنائها. ومع إن محدثكم الضعيف ما كنتش بملك بنيان قوي، لكن تم تجنيدي وكان عمري وقتها حوالي 20 سنة. أدخلك الجيش وأراك كيف يكون حب أخاك، إسنا تخرج للقاء بنيون أبا بخوميوس. وركبت مع فرقة من جنود الإمبراطور مركب حربي وتوجهنا شمالا لحد مدينة إسنا اللي كانت في وقتها واحدة من بلاد الإمبراطورية زمان، ودارت معركة بيننا وبين أعداء قسطنطين في إسنا. ووقعت أنا وكتير من زملاء فرقتي، وقعنا في الأسر وهناك في السجن. يعني السجن ضلمة، خلصونا من هنا. اسكتوا، محدش منكم يتحرك، تتخمدوا وتناموا، انا مش ناقص وجع دماغ. انا هقفل عليكم باب السجن ومش عايز اسمع اي صوت او اي شغب، وإلا الكرباجي هيلهلب ظهوركم يا اتباع قسطنطين. مارتينوس، مارتينوس. ايوه، عاوز ايه؟ في بره السجن مجموعة من شعب إسنا عاوزين يدخلوا يقعدوا شوية مع الأسرة دول. ممنوع، القائد مارسيليوس لو عرف هيعاقبنا. وهيعرف منين يا مارتينوس؟ دول هيخشوا في السر ويخرجوا في السر، ولا من شاف ولا من داري. وانت متعاطف معاهم قوي كده ليه؟ هفهمك بره، ومصلحته ومصلحتك مشتركة، فهمني طبعا. طب خليهم يدخلوا بسرعة ويخلصوا زيارتهم بسرعة، ونقف انا وانت بره نراقب الطريق. وهو كذلك. ناس طيبين، ازاي تقولنا السجن وتقدموا لنا الاكل وتواسونا احنا الاسر الغرقانين في حزننا ويأسنا؟ احنا اخوات، حتى لو كنتم جايين للحرب وقتل البشر فانتم بتنفذوا اوامر الامبراطور، يعني بتحاربوا بدون ارادتكم، مأمورين يعني. ايوه، بس ده سلوك ما يعملهوش غير ناس مليانين بالخير والرحمه. انتوا بتعاملونا المعامله الخيره دي ليه يا اخ يوحنا؟ اسمي يوحنا، وحضرتك؟ بخوميوس. اسمي بخوميوس من مدينة كينو بسكويون. تأمرني بأي خدمة تانية يا أخ بخوميوس؟ أشكر محبتك ورحمتك. طب اسمح لي أمر على باقي إخوانك أقدم لهم الطعام والشراب، عشان إحنا مش هنقدر نقعد معاكم كتير، سامحني. تفضل تفضل. قل لي يا زميلي أرسان. نعم يا بخوميوس. شعب المدينة دي ناس طيبين قوي وعطوفين، بيعملوا الخير مع ناس ما يعرفهمش. هم دول مش ناس بيؤمنوا برضو بسمكة الأنهار؟ لا 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 يا بخوميوس، لا، دول مسيحيين. مسيحيين؟ يعني ايه مسيحيين؟ بيؤمنوا بالمسيح إله السماء اللي علمهم الحب والتسامح حتى مع أعدائهم. المسيح إله السماء؟ مد ايدك كل يا بخوميوس، الأكل اللي جابولنا المسيحيين لسه سخن، مد إيدك. مد، لا كل أنت يا أرسان، كل. قدموا لكم المعونة بضمائر وصفا نيات، فأحببت المسيحي يا سيد المسيح. نفسي اعرفك، نفسي اتقرب ليك، نفسي اعيش معاك وفيك لاخر نفس.
أنا حبيتك يا إلهي، حبيتك لما شفت صورة وشك الجميل على وش أبنائك الطيبين اللي قدموا لنا الأكل والحب في سجننا، واللي بددوا ظلام السجن بنور إيمانهم. يا إله السماء، بعد ما تم تسريحنا من الجندية بعد انتصار الإمبراطور قسطنطين، أنا جيت هنا في مدينة سانسيت واخترت بقايا المعبد القديم ده، معبد سيرابيس البعيد عن الأهالي والسكان، عشان استقر في المكان ده، عشان اتصل بيك يا إله السماء وتنور بروحك القدوس ظلام روحي ونفسي. وزي ما تعلمت من الأخ يوحنا وبمساعدته، أنا هخدم كل العابرين للمكان ده، والغرباء والفقراء واللي يمروا عن طريق المراكب في النهر. نازرت في قلبك نازرك، لو الرب أعطاك نصران، لا تنسى يسوع أبدا بنيود أبا بخوميوس. بخوميوس بخوميوس. إيه؟ نعم شايف. أيوة شايف، ندى نازل على راسي، ندى نازل وبتجمع في إيدي اليمين. بص في الندى اللي اتجمع في إيدك اليمين. إيه ده؟ إيه ده؟ ده الندى بيتحول لشهد. أيوة شهد عسل. إيه ده؟ ده العسل ابتدى ينزل على الأرض وينتشر ويملى كل الأرض حواليا. إيه ده؟ أنا مش فاهم معناها ايه الرؤية دي؟ ده اللي لازم تفهمه يا بخوميوس، لان اللي شفته ده هيحصل معاك بعد وقت قريب. جهز نفسك يا بخوميوس، جهز نفسك. في ليلة عمادك رأيت في منامك نادى كقرص عسل في يمينك بنيود أبا بخوميوس. أنستك النعمة يا بخوميوس النهاردة وبعد 3 سنين من يوم ما تعمدت على يد الأنبا سرابيون أسقف دندرة، وأصبحت مسيحي خادم لشعب المسيح اللي حبيته وحبك، وخدمتك للمرضى والشيوخ في بلدنا سانسيت خلت كل أهل القرية يحبوك ويصلوا إن رب المجد يديك القوة ويزيدك نعمة يا ابن المسيح البار. كفاية إنك بتقطع خشب الصمت من الغابة وتشيله وتوصله لحد بيوتنا. يا خالتي فيبي، يا عم يعقوب، أنا خادم ندرت نفسي لخدمتكم ولرعايتكم، وصدقوني أنا عمري بيبتدي من سنة عمادي على اسم المخلص يسوع المسيح سنة 313 ميلادية، لأن قبل معموديتي كنت عايش في ظلام، ورب المجد نور حياتي بمعموديته وبالتناول من جسده ودمه الطاهر. اعتمدت وأخذت الميرود من يد دم بصرابيوت، والملائكة يسبحون بنيود أبا بخوميوس. المسؤولية تقلت على كتافك بعد ما نضرت نفسك لخدمة شعب المسيح، ربنا يقبل تعب محبتك. صلي لضعفي يا خالتي فيبي، وانت كمان يا عم يعقوب صليلي. يا ريت ابني ياسون يتعلم من محبتك ومن طاعتك وخدمتك. ما تعرفش قد ايه يا بخوميوس احنا بنشكر رب المجد
لأنه بيختار أبناء مباركين يخدموا كنيسته وشعبه أمثالك. أنا وزوجي المريض يعقوب بنصلي لك وبنطلب إن ربنا يعوض تعب محبتك بالخير والأجر الصالح. شعب صنصيد كله زينا بيتجمعوا حواليك بالعشرات والميات يسمعوك ويتعزوا بكلام النعمة اللي بيجري على لسانك يا خادم المرضى والجياع والعطاشة. يا خالتي فيبي، أنا خاطي ما استحقش، أنا ما استاهلش أبدا اللي قاله رب المجد عن اللي بيعملوا الأعمال الصالحة. رب المجد قال لهم: تعالوا يا مباركي أبي، رثوا الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم. يا بخوميوس، الناس وجدوا فيك المثال الطيب للمسيح الخادم، عشان كده بيحبوك وبدأوا يدوني أكتر من اللي استحقه. ما خبيش عليك يا خالتي فيبي، أنا خايف، خايف يتمكن مني الإحساس بالمجد الباطل، عشان كده نفسي أبعد وانفرد برب الحبيب، نفسي أتلذذ بحياتي الواحدة والنسك. يعني عاوز تسيب الناس اللي حبوك يا بخوميوس؟ أنا عرفت إن في أب ناسك شيخ تقي عايش قريب من صنصت، اسمه القديس بلمون. كل شعب المسيح يعرف القديس بلمون، أب مدبر صالح. أنا حسيب زراعة الخضروات والنخيل لأخ كبير عشان يدي نتاجها للفقراء والمحتاجين، وحروح أدق باب قديس المسيح أبويا القديس بلمون. سمعت بالقديس بلمون، صرت له تلميذ ممنون، بفضائلك له مديون. بنيون أبا بخوميوس. اللي بتطلبه يا ابني ده شيء مثال كتير قبلك جم هنا لنفس الغرض وما كملوش. ليه؟ لعدم احتمالهم. ارجع يا ابني من مكان ما جيت، اختبر نفسك، لأن قوانين الرهبنة اللي سلمها لنا الآباء الأوائل صعبة. السهر الدايم لحد الصباح، قراية كلمة الله على الدوام، بالإضافة إلى شغل الإيدين اللي زي غزل الصوف أو صنع السلال عشان نوفي حاجات الجسد البسيطة، واللي يزيد عن احتياجنا بنتصدق بيه على الفقراء زي ما قال بولس الرسول: يا ابني فقط أن نذكر الفقراء، مع ملاحظة الصوم الدائم إلى المساء والأكل مرة واحدة في اليوم خلال الصيف وكل يومين أو ثلاثة في الشتاء. أنت يا ابني تعرف إن في 6 صلوات نهارية وخمسة ليلية، وإحنا يا ابني ما بنعدش الصلاة لكن بنحرص على المثول الدائم أمام الحضرة الإلهية. ورب المجد يسوع المسيح أمر تلاميذه، قال لهم: صلوا لكي لا تدخلوا في تجربة، لأن الصلاة هي أم لكل الفضائل. دي قوانين الرهبنة يا ابني، قوانين الرهبنة الصعبة. روح يا ابني، روح اختبر نفسك، وإذا لقيت نفسك هتقدر على معيشة الرهبنة. تعال يا أبي القديس، بمعونة الرب وبصلواتك حيستريح قلبك ويطمئن من جهتي. طيب انت هتقيم معايا هنا عدة أيام، هختبرك في الصلوات والسهر والصوم، ورب المجد يدبر كل الخير.
عيد قيامة رب المجد من الأموات. جهزت لنا إيه علشان ناكله يا بخوميوس يا ابني؟ اتفضل يا أبويا القديس بلمون، الطعام جاهز. يا إلهنا القدوس، نشكر محبتك لنا، نشكر لك هذا الطعام. يا رب، يا من باركت الخمس خبزات والسمكتين، بارك لنا في هذا الطعام. لك المجد والقوة والسجود إلى الأبد، آمين. اتفضل يا بخوميوس. اتفضل يا أبي. ايه ده؟ انت حاطط زيت على الخضار اللي انت طبخه؟ ايوه يا ابي، قليل من الزيت. الرب صلب من اجلي وانا اكل زيت عشان ادي جسدي قوه؟ اخطيت يا ابي. المفروض ان احنا ناكل الخضار بس من غير اي زيت، المفروض ما ناكلش حاجه قوي اجسادنا بيها. انت لسه ما تعلمتش. اخطيت اخطيت، سامحني يا ابي القديس بلمون. مالك كل المدة عايش معاك بعد ما اختبرتك 3 أشهر ولبستك الزي الرهباني مع المنطقة وصلينا الرب المجد لقبولك سيل النعمة ولسه ما تعلمتش؟ اغفر لي يا ابي القديس. شيل الخضار ده، هدي الخبز والملح. حاضر حاضر يا أبي، اغفر لي، أخطيت أخطيت يا أبي، أخطيت، سامحني يا أبي، سامحني يا أبي، أخطيت، سامحني يا أبي. مين؟ سلام. سلام ونعمة يا أخي الراهب. أنا ساكن في قلاية جنب منكم هنا، ممكن أدخل وأقعد معاكم شوية؟ مين يا مخوميوس؟ ده واحد من الآباء الرهبان عاوز يقعد معانا يا أبويا القديس بلمون. سلام يا أبي القديس بلمون. سلام يا ابني. ما تتفضل أنت يا أخ بخوميوس، كمل شغلك قدام جمر النار المشتعل اللي أنت مولعه ده. أنت مين يا ابني؟ أنا راهب زاهد وناسك، عايش قريب من قليتكم دي، ورب المجد اداني من المواهب والنعم اضعاف اضعاف اللي اداها للرهبان حتى اللي سبقوني في النسك والتوحد. وده كلام يقوله ابن يملك اي نعمة او موهبة من مواهب الايمان الصادق؟ انا واثق في نفسي، وان كان ليكم ثقة في انفسكم زي وبتسلكوا باستقامة امام الله، يقدر واحد منكم يقف على الجمر المشتعل ده ويقول الصلاة الربانية بالكامل؟ ملعون الشيطان اللي ادالك الفكرة دي في قلبك. كف عن الفكر الرديء البطال اللي ملاه في قلبك إبليس. طبعا طبعا ما عندكوش ثقة في نفسيكم وفي قوة إيمانكم، أما أنا فثقتي في إيماني بلا حدود. بص يا قديس بلمون، أنا أديني واقف على جمر النار المشتعل حافي القدمين، أصلي الصلاة الربانية بالكامل، واخد بالك؟ شو أنا واقف إزاي بقى ورجلي؟ يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء. يا أبي القديس بلمون، يعلم الرب أنا مندهش من أمر الأخ الراهب اللي وقف على جمر النار من غير ما تتحرق رجليه. يا بخوميوس يا ابني ما تتعجبش، لأنه بسماح من الله ما تحرقتش رجليه، لأنه مكتوب مع الأعوج تكون ملتويا. وصدقني يا ابني، لو عرفت النهاية المحسنة للأخ ده هتبكي كتير على شقاء، لأنه غارق في المجد الباطل. رب المجد يهديه ويخفف عنه. أنا برمي نفسي تحت رجليك يا أبي القديس بلمون، أتوسل إليك.
صلي من أجل خطيئتي. الكبرياء والغرور والمجد الباطل مالوا نفسي. عجرفتي سدت وداني عن سماع إرشادك ونصحك. إبليس، إبليس العين ضحك عليا وقعني في الدنس والخطية. يا ويلي يا خطيئتي. تعال يا ابني تعال، تعال إلهنا الصالح يغفر خطيتك. تعال يا ابني. أنا سقطت، سقطت يا أبي القديس. الشيطان، الشيطان نصب لي شراكه من بعد ما سبت قدسك بأيام قليلة وأنا غرقان في نشوة المجد الباطل. خبط علي إبليس، خبط على الباب وهو على شكل امرأة. فتحت لها الباب، قالت لي: أتوسل إليك يا أبي الراحم، اشفق علي واسمح لي أبات عندك للصبح. أنا في ضيق شديد لأن علي دين لناس مقتدرين وما عنديش اللي أوفي به دين. حيقتلوني إذا ما سددتش الدين. أنا خايفة، خليني عندك للصبح، أتوسل إليك ارحمني. أيوة بس ما فيش مكان تنامي فيه. أنت شايفة علاتي صغيرة وما فيش غير يدوب الحصيرة الصغيرة دي والغطا البسيط ده. أنا مجنبك على الحصير والغطا يكفينا أحنا الاتنين. أرجوك يا أبويا الراحم ارحمني، احميني منهم، أبوس إيديك. ودخلتها هنا القديس بلمون وفرحت بيها. ما كنتش عارف إنه فخ منصوب ليا. وابتدى الشيطان يدنس فكري بالشهوات الرضيعة والأفكار النجسة. وتممت معها خطية النجاسة. غلبني الشيطان وهزأ بي، عذبني لحد اليوم التاني وسابني في عذاب وحزن عظيم. أتوسل إليك يا أبي القديس، أرجوك يا أخي بخوميوس. رب المجد اللي غفر للمرأة الخطية قادر يغفر خطيتك يا أخي ويقبل توبتك. صلي من أجله يا أبي القديس بلمون. أرجوك، أرجوك يا أبي، صلي من أجل خطيتي أرجوك. باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. الفادي المخلص الحبيب رب المجد، باسم صليبك المحيي يا إلهي، أضع يدي على عبدك الخاطي الساجد أمامك أن يتمجد اسمك القدوس وتقبل يا ربي. ابعدوا عني، اتركوا ابعدوا. أبويا القديس بلمون، حاسب ده مسك عصايتك وحيضرب قدسك بيها. تعال هنا ورايا احميك. تعال يا ابي، الشيطان صرعه حيأذيك يا ابي. تعال ده جري، جري يا ابويا القديس، جري للجبل. رب المجد يرحم شقاؤه. شايف يا ابي القديس بلمون؟ شايف النار اللي هبت من المغارة؟ نار شديدة، اخونا الراهب بيجري عليها، الشيطان بيدفعه ناحيتها. دخل المغارة المشتعلة، النار مسكت فيه. يا شقاء المسكين، النار بتاكله، النار بتاكله يا ابويا. الشيطان صرعه يا ابني، الشيطان صرعه، تملك فيه بعد ما المسكين فتح له قلبه. صدقني يا بخوميوس يا ابني، انا حزين من اجله، لكن لازم يكون لنا ده مثال اننا ما نسلمش نفسينا للشيطان ابدا، ونجاهد ونجاهد دايما من أجل خلاص نفوسنا في حياة البر والقداسة، حاملين في جسدنا كل حين سمات صلب الرب يسوع له المجد. وعشت يا حبيبي مع معلم القديس بلمون 7 سنين كاملة. 7 سنين بقتفي أثر خطواته وأسلك على منواله مقتديا به في كل شيء. وتعلمت يا حبيبي من القديس بلمون الكثير من تعاليم ووصايا الكتاب المقدس. وفي السنة 7 اللي قمت معاه خرجت زي عادتي أمشي لغابة الصمت وقدن الروح القدس لقرية مهجورة بتبعد حوالي 10 أميال وبتقع على شاطئ النهر.
وهناك يا بخوميوس جاهد أن تقيم في هذا المكان طيبانيس اللي معناها نخيل إزيس أمام بلدة دندرة، وابني هناك دير، لأن كثيرين سيأتون إليك ويصير رهبانا ويحيوا معك حياة الشركة لأجل خلاص نفوسهم. هتسيبني يا بخوميوس بعد ما اجتماعي 7 سنين عشتهم في طاعة كاملة؟ هتسيبني دلوقتي بشيخ أختي؟ لكن لتكن إرادة الرب. ما تبكيش ما تبكيش يا ابويا القديس بلمون، ما تبكيش. الرؤيا اللي انت شفتها مرتين قبل كده هتتحقق يا ابني، لان فيه عمل هيكلفك بيه الرب. عمل؟ ايوه يا ابني. ودلوقتي يلا هناك عند الجنوب في المكان اللي اشار اليه يا رب المجد، عشان تبني لك هناك قلاية وتعيش هناك. ما اقدرش اتركك يا ابي. دي ارادة ربنا يا ابني مش ارادتي. وبعد ما تستقر في قلايتك كل واحد مننا هيزور التاني لحد ما ربنا يفتقدني. يلا يلا يا بخوميوس، يلا يا ابني. رب المجد يباركك يا ابني، رب المجد يباركك. وفي يوم 25 أبيب سنة 323 ميلادية انتقل قديس الله أبي ومعلمي القديس بلمون، انتقل لملكوت السماء الأبدي، ورجع محدثكم الخاطئ الضعيف باخوميوس. رجعت جنوبا للقلاية اللي بعيش فيها بحزن ووجع قلب. ومن وقتها يا حبيبي تزايدت جدا في النسك والممارسات الروحية وبتدبير من الله. أقبل إلي في طبانيس عدد كبير من الإخوة طالب الرهبنة، واتسعت الخلية الرهبانية. كان بيسكن في كل قلاية 3 رهبان، وكل 12 قلاية تكون بيت، وكل 4 بيوت تكون قبيلة، وكل 10 قبائل تكون دير. وكان العبد الخاطئ الملتمس غفران رب المجد محدثكم باخوميوس هو رئيس مجموع الأديرة. اجتمعت حولك ربوات في طاعة وثبات، صاروا مصدر بركات بنيون أبا بخوميوس. كنا بنروح لكنيسة القرية للاحتفال بالأفخارستية، وكان بيجي أبونا كاهن الكنيسة للدير لإقامة القداس الإلهي، وده كان قبل ما نبني كنيسة في الدير. لكن بعد ما تزايد عدد الرهبان تم بناء كنائس في الدير. وكان كل الإخوة اللي معايا في الشركة الرهبانية
محدش منهم كان بيحمل رتبة كهنوتية لتجنبهم أي صراعات ممكن تحدث بينهم وهروبا من المجد الذاتي. يا أخت مريم، أبونا باخوميوس بيبلغك إن كفاية تعرفي إنه لسه عايش، وما تتضايقيش لإنه مش هيقدر يقابلك. قلت له إن أنا أخت مريم وإني أرغب في الاشتراك معاكم في حياة الشركة والنسك والزهد. أنا لسه عذراء ولم أعرف رجلا. الحقيقة أبونا القديس باخوميوس بيقولك إذا كنت اختبرت نفسك في أمر حياة النسك والزهد والوحدة، فإن الإخوة رهبان دير طبانيس هيبنوا مكان تعيشي فيه حياة الوحدة، وحتما هيدعو رب المجد عذارى زيك يعيشوا معاك ويخلصنا بسببك. لما عرفت إن أخويا يوحنا سبقني وجيه وعاش مع أخونا القديس باخوميوس حياة النسك والوحدة، والقديس باخوميوس قبله راهب بعد ما افترقنا عن بعض من يوم ما التحق باخوميوس في الجندية لما كان عمره 20 سنة، تشجعت وجيت أطلب تحقيق نفس الرغبة الأكيدة اللي بتملى روحي ونفسي. نفسي أخضع لنير الصليب باقي أيام غربتي على الأرض، حاملة إمادة الرب يسوع المسيح تنفيذا لوصية بولس الرسول. حاملين كل حين إمادة الرب يسوع المسيح لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا، لأننا نحن الأحياء نسلم دائما للموت من أجل يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا المائت. الحقيقة أنا بلغتك يا أخت مريم بكل اللي قاله أبونا القديس باخوميوس. إذا كانت دي رغبة شقيق القديس باخوميوس، أنا هعيش باقي عمري الحياة الملائكية في الدير اللي أتمنى تبنهولي جنب دير القديس باخوميوس، وأتمنى تبنوا كنيسة صغيرة في وسط الدير، وأدعو رب المجد إنه يعمر الدير بكتير من العذارة، أعيش معاهم حياة النسك والصلوات والزهد بجد واجتهاد حتى لحظة انتقالي. أنشأت دير للراهبة في كثير من الفتيات، في عدد كثرات البركات بنيون أبواب باخوميوس. ده يا أخ تدرس الشرح الجميل اللي سمعته من أبا باخوميوس في ديره في طبانيس لما استقبلوني استقبال كريم في الدير، ولما رجعت لديري في إبروشيتنا إسنا حكيت لكل إخواتي التفسير الشيق للإنجيل من فم أبا باخوميوس. نفسي يا أخي الراهب تيموساوس أشوف القديس أبا باخوميوس وأسمعه، وحصل لي طول الليل لرب المجد. أيها سيد الرب إله القديسين، لتكن إرادتك في أن تمنح ابنك الخاطئ تدرس أن يرى خادمك أبا باخوميوس. آمين. وتدرس اللي أصبح تلميذي اتولد من أسرة غنية. لما كمل عمره 12 سنة بدأ يمارس حياة أشبه بحياة الرهبنة، تقشف وصوم وصلوات متصلة. ولما سمع تفسير الإنجيل من أخوه الراهب على لساني عقد النية إنه يشوفني، فتتبع خطوات أبا باكوس اللي كان في زيارة لديرهم في إسنا، تتبع خطواته لحد ما أخده معاه باكوس في المركب لطبانيس، وهناك اتقابلنا. يا أبي القديس باخوميوس، أقبل يديك وقدميك، مبارك أنت أيها الرب لأنك استمعت إلى صراخي واستجبت لي. ما تبكيش يا تدرس يا ابني، أنا مجرد خادم لله أبيك، ما تبكيش. أرجوك يا أبي القديس، أرجوك اقبلني تلميذ ليك،
خادم لاسم الله القدوس، أعيش في ديرك مقتدي بقدسك وبسيرتك الصالحة. قبلتك يا تدرس يا ابني تلميذ ليا، وعليك إنك تحط في قلبك أمور تلاتة: طهارة القلب، الكلام المملح بالنعمة، والطاعة حتى الموت. يا القديس أبا بخوميوس، يا معلمي. إيه ده؟ ده مش في قليته. إيه ده؟ أنا يا سامع صوت صلاته في الحجرة اللي تحتي. ايه ده؟ يا رب يا المجد لاسم الله القدوس. سقف الحجره اللي بيصلي فيها ابا بخوميوس بيهتز. المجد لاسم الله القدوس. صوت صلاه معلمي ابا بخوميوس مع اصوات ملائكه الرب بداخل الحجره. الحجره بتهتز. المجد لاسم الله القدوس. ايه ده؟ النور الالهي بينبثق من داخل الحجره. نور ظهور الالهي مع اصوات الملائكه. المجد لاسمك يا إلهي القدوس. المجد لاسمك يا إلهي. سبح الله في كل قديس. منك سرت وضعك، ظهر لك يسوع ربك، كلامك وبركك بنيوم سلامتك يا أبا بخوميوس، يا أبي ومعلمي. رب المجد يمد يده ليك بالشفاء ويحفظ حياتك من أجل أبنائك وتلاميذك في حياة الشركة. يا تدرس يا ابني ما تحزنش، رب المجد ما بينساش أولاده، وانت يا تدرس متقدم في الفضيلة، وكل اللي بيسألني تعزية بطلب منه انه يجيلك يتعزى وينتفع كتير من فضيلك ومن نعم رب المجد عليك. عشان كده يا تدرس يا ابني الاخوة اطلقوا عليك معزي الاخوة. كلنا أولادك وتلاميذك يا معلمنا أبا بخوميوس. اسمع يا تدرس، أبا بخوميوس معلمي، مالك أبا بخوميوس؟ مالك يا أبي ومعلمي؟ رد علي يا قديس الله. بخوميوس بخوميوس. مين؟ أنا فين؟ أنا حاسس إن روحي اختطفت. إيه ده؟ أنا فين؟ ها؟ ده الفردوس، وأنا أمام باب الفردوس. المجد لاسم الله القدوس. المجد لك يا إلهي الصالح. أنا شايف نور جاي من الفردوس، شخص نوراني بيقرب مني. مين؟ بخوميوس يا ابني، روح ارجع للعالم تاني. روحك اختطفت للحظات لتعاين مجد الله. ارجع يا بخوميوس للعالم تاني، لأنه قد بقيت لك شهادة قليلة بعد. سلام. استنى 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 أرجوك، أنا ما عرفتش أنت مين. ده القديس بولس الرسول، وزي ما طلب هترجع نفسك تاني لجسدك الميت، وبمجرد ما تعود وتقترب من جسدك تدخل فيه تاني وتعود للحياة. رأيت روح المنتقلين الذين هزموا
الشياطين والملائكة مرنمين بنيوت أبا بخوميوس. وبعد حياة بر وقداسة ونسك وزهد وصلوات ومعجزات عظيمة حدثت على يد قديس الله البار معلمي أبا بخوميوس، وتنظيم لحياة الشركة اللي أسسها القديس أبا بخوميوس وأعطاها لأبنائه الرهبان. بعض التعاليم مكتوبة يسلكوا بمقتضاها، وبعضها أعطاها لهم شفاها كتقليد يحفظوه في قلوبهم. وبعد ما ثبتهم في كل وصايا الإنجيل وضع لهم عقوبات على كل من يخالف الأوامر اللي بتعطى لهم من أجل خلاص نفوسهم. وبعد الفصح المقدس عام 352 ميلادية ساءت حالتي وضعفت قوتي، وقتها أدركت أن يوم انتقالي قد اقترب، فاستدعيت رؤساء الأديرة ومقدم الرهبان وأعطيتهم من النصح والإرشاد ما يعزي نفوسهم ويثبت إيمانهم، وطلبت مغفرة ربي أمامهم عما أكون قد أتيته من أعمال أحزنتهم، ورسمت علامة الصليب على وجهي 3 مرات، وانتقلت من العالم الفاني يوم 14 بشنس سنة 352 ميلادية. انتقلت من غربتي على الأرض الفانية إلى سماء رب المجد الفادي يسوع المسيح، وأدعو ربي أن العبد الخاطئ باخوميوس يكون قد أكمل السعي المبارك. 14 بشنس يوم عيد وهو تذكار أكيد لأب الشركة المجيد بنيوت أبا بخوميوس. دير الأنبا بخوميوس الشايب بناحية منشأة العماري بندر الأقصر أنشئ في القرن 4 الميلادي ضمن أديرة أخرى أنشأها الأنبا بخوميوس. وكنيسة الدير الأثرية مقامة على مساحة 11 قراط و7 سهم، ويحيط بها فناء الدير ومساحته 4 أفدنة و9 قراريط و13 سهم. ويحيط بالدير سور من الخارج، ويحتفل الدير بعيد نياحة قديسه في ليلة عيد الصعود، لأنه تنيح في ليلة عيد الصعود التي كانت توافق 14 بشنس من سنة 64 للشهداء الموافق 22 مايو 352 ميلادية. وهكذا من الاجتهادات المستمرة في بناء الدير، وفي 14 نوفمبر 1994 تم تزكية بعض طالب الرهبنة وعددهم 6 إخوة وسيامة كاهن. وأيضا قامت محاولات كثيرة ومجهودات كبيرة من صاحب القداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث وأمين الدير القمص هدر المحرقي لإخراج السكان المقيمين بالدير من سنين طويلة، وذلك للاعتراف بالدير وإعادة الحياة الرهبانية فيه. وفعلا تم ذلك، وتم خروج السكان في 14 أغسطس سنة 1996. وبعد ذلك كان اعتراف المجمع المقدس بالدير العامر في 6 يونيو سنة 1998، وبدأ نشاط القمص هدر المحرقي
بتعمير الدير رهبانيا، فزكى للمرة الثانية 10 إخوة طالب الرهبنة و6 كهنة، وذلك لعمارة الدير روحيا ورهبانيا ولإقامة القداسات اليومية في الدير. وقد تم سيامتهم بيد قداسة البابا المعظم الأنبا شنود الثالث في 17 نوفمبر 1998، وفي نفس الوقت تم تغيير الشكل الرهباني للأباء المسامين سابقا، بالإضافة لتغيير الشكل الرهباني للقمص هدر المحرقي أمين الدير إلى القمص هدر الشايب. ومن هنا بدأ يدب النشاط المعماري في أرجاء الدير العامر، فتم بناء سور خارجي للدير بارتفاع 6 أمتار من جميع الاتجاهات، وقام أيضا بفصل منطقة القلايات عن منطقة الزائرين ببناء بيوت للخلوة خاصة بالشباب وبالأسر، ومجمع لضيافة الزوار، وكذلك تعمير مكتبة الدير وسوبر ماركت لخدمة الزائرين وإنشاء حديقة. كما تم شراء 6 أفدنة زراعية تم إضافتها لأملاك الدير، وبذلك يكون النشاط الروحي والمعماري واضح وملموس على أيدي آباء الدير المباركين تحت إشراف أمين الدير القمص هدر الشايب، ومزيد من العمار تحت رعاية صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنود الثالث. بركة صلوات القديس العظيم الأنبا بخميس أبي الشركة تكون معنا، والرب يحفظ لنا حياة أبينا الطباوي المكرم البابا المعظم الأنبا شنود الثالث، ولربنا المجد والسجود والإكرام الآن وكل أوان وإلى ظهر الداهرين، آمين. السلام لك بين الآباء، تسطع مجدا وبهاء، اذكرنا في السماء بنيون أبا بخوميون، شفيعي مبارك، كن نصيري في المعارك، نجي نفسي من الماء هالك بنيون أبا بخوميون، اذكرنا في صلاتك أمام عرش إلهك، ليكون لنا كميرا ثاك بنيون أبا بخوميون. اذكر يا رب جميع الحضاء من احتفلوا بهذا التذكار، بشفاعة قدسك المختار بنيون أبا بخوميون. يا مرشد النفوس، الملائكة ترتل أكسيون، أكسيوس أكسيوس بنيون أبا بخوميون.